بيقولوا إنه الأيلولة مهمة بالنهار، المعلومة صح. الدراسات بيّنت إنه الأيلولة كتير منيحة، فالأيلولة لعشرين دقيقة بتعزز الذاكرة ومهارات التعلم الحركة، من 20 لـ30 دقيقة بتعزز الإبداع والذاكرة، من 30 لـ60 دقيقة بتعزز مهارات صنع القرار والذاكرة، من 60 لـ90 هو الأكثر فايدة وبيساعدك على إعادة ضبط الدماغ، وبيكون له تأثير كبير على مهارات حل المشاكل. بس أكثر من 90 دقيقة بتبطل أيلولة، فما تغطسه بالنومة.